السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين ومن قلبي قريبين دايما. النهاردة عايزين طبعا نعمل حاجة حلوة. النهاردة الخميس، عايزين نعمل حاجة حلوة كده. نعمل ايه؟ قلت نعمل كنافة. طبعا انا مجهزة المانجا بتاعتنا اهي، زي ما انتم شايفين المانجا، ودي الكنافة اللي احنا هنعملها. وطبعا مجهزة معايا فنجان كريم شانتيه، ومجهزة كوباية سكر، ومجهزة ايه كوباية سمنة. انا طبعا الكنافة دي انا مش بحب احط لها شربات، بخلي يعني هي تيتا كانت بتعملها، ما عندهاش بوتاجاز فرن وكده، فكانت بتعملها من فوق ومش قادرة انسى طعمها لحد دلوقتي. فهي لما كانت بتحط لها ايه بقى، تجيب نص كيلو كنافة على قدها كده، ده نص كنافة، وتحط عليه كوباية سكر كده، وتحط كوباية سمنة زي ما انتوا شايفين كده اهي، تنزل بيها كده وتشوحها على البوتاجاز. هي دي الكنافة بتاعتها، وعمري ما هنساها ابدا، كانت احلى كنافة ممكن ناكلها في حياتنا. الله يرحمها ويرحم امواتنا، اموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الكنافه بتاعتنا كده تعتبر اتعملت خلاص، ولا بتعمل لها شربات ولا بتعمل لها اي حاجه. هي تحط لها السمنه وتحط لها السكر وتشوحهم كده على البوتاجاز، خلاص دي الكنافه بتاعتها. تمام. طبعا انا بقى هحمرها على البوتاجاز، بس هنا في الحاله دي لسه هعمل حاجه. هي المفروض بقى كده بتتشوح، نعتبرها بتتشوح، ونكون جاهزين معانا بايه، بحوالي يعني معاكي نص كيلو لبن ماشي، معاكي كيلو لبن ماشي، حسب ما ايه امكانياتك. طبعا ايه جاهزة باللبن اهو، وطبعا هحط الايه الكريم شانتيه عليه كده اهو، وهبدأ اضربهم مع بعض. يا ايس المنورانا النهاردة مستنية تاكل كنافة، فهبدأ اضربهم وبعدين ارجع لكم. وهنا زي ما انتم شايفين بقى اهو، ضربنا الكريم شانتيه، بصوا شكلها بقى جميل. وبدل ما اعمل منها كيلو، بقيت 2 كيلو، من كيلو اللبن عمل معايا 2 كيلو. تمام. وطبعا الكنافه بتاعتي حمرتها على البوتاجاز، بصوا شكلها في منتهى الجمال اهي، بصوا اوريها لكم، بصوا اهي. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى الكنافة اهي، هسيبها بقى تبرد، بس بصوا بقت متحمرة وجميلة، هي تتكل كده مش محتاجة اي حاجة. تمام. دي تبرد بقى شوية، معانا طبعا ايه حبات المانجا بتاعتنا اللي احنا هنقشرها. ماشي. طبعا بالمقشرة بتاعتك كده، وتبدأي بقى ايه تقشري اهي. انا بحب المانجا دي بصراحه، بيبقى فيها لحميه حلوه قوي اهي. في ناس بتحب تقشرها وفي ناس ما بتقشرها، هقول لكم برده على الطريقتين. انا جايبه المانجا عشان نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا احنا كده بنقشرها، وممكن نعملها زي الايه الترانشات كده، وفي ناس بقى مش بتحب تقطعها. هوريكم المقصود بكلامي ايه. تمام. احنا مثلا كده قشرنا الايه المانجا اهو، لسه فيها الحتة دي طبعا طريه، فمحتاجه ان هي تتقشر بالايه بالسكينه يعني. دي فكره اهي، ان انا مثلا ايه قشرتها دلوقتي، هاجي بعد كده ايه هعملها زي نظام ايه شرايح كده، او اعملها شرايح طوليه اهو اهو، شرايح طوليه كده اهو، وابدا اقشط بقى كده اهو. طب
احنا ممكن نعملها كده شرايح كده كده بتبان. وفي ناس بتحب تقطعها زي نظام الايه المكعبات كده. احنا ماشيين مع كل، هي المهم ان الهدف بس ان هي تبقى كنافة بالمانجا. اهو بصوا هتتقطع بقى ايه مكعبات، هتنزل شايفين بتنزل مكعبات. هي الفكرة بس ان انت ايه بتحطي اللي انت يعني ولادك بيرتاحوه. انا عندي الولاد بيحبوها تتقطع مكعبات عشان ياكلوها بالشوكة مع الكنافة كده. فكل واحد بقى حر، ادي فكرة. والفكرة التانية ايه بقى؟ اهو ادي الطبق معانا اهو. الفكرة التانية ان انت بتاخدي المنجاه كده تمام، وبعدين تبدأي بقى ايه تشرحيها كده وهي في مكانها، وتبدأي برضو تاني كده 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 اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده. ولما هتتنيها كده اهي بصوا، حتى ممكن تتحط كده على الطبق يعني حسب ما انتوا عايزين. ماشي، هنرجع كل حاجة مكانها لو انها بصوا شكلها كده جميل قوي. هخليها لكم كده، ماشي، حطها في طبق واجيبها لكم. وهنا زي ما انتوا شايفين الكنافة بتاعتنا حطيتها في السرفيس ده. طبعا السرفيس ده نص اللي احنا بنجيبه ب275، بس حبيت بقى ايه اعمل برضو حاجات صغننة كده عشان الاطفال لو مش حابين ياكلوا من الكبيرة دي. طبعا ايه احنا بنعمل ايه بقى، بنحط الكنافة كده طبقة، ونروح جايين بقى نازلين عليها بالكريمة. انا بحط بالمعلقة الصغننة الكريمة في الكوباية الايه اهو عشان تبان برضو مش باينة اهو اهو. بصوا بتحطوا الكريمة اهي، بتحطوا الكريمة كده طبقة فوق الايه الكنافة بتاعتنا تمام اهي. ايسل طبعا عمالة تلحس اهو، وندي الحاجات الصغننة دي برضو ايه مقدار كده عشان الاطفال. ونيجي بقى ننزل بالايه بالكريمة بتاعتنا، ونديها طبقة كده على الكنافة اهو اهي اهي. شايفين شايفين شكلها بدأت تقول، بحب الفوطة في ايدي اهو. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هي الكنافة اصلا مستوية خلاص، واخدة سكرها ومستوية وتمام. فبنديها طبقة الكريمة دي اهو، هذه طبقة الكريمة كمان علشان نقفل عليها بالطبقة البيضة تمام. ممكن في الحالة دي نحط، لو انت عايزة تعملي طبقة كنافة كمان ماشي يا ايس اهو، بس انا مش هحط بقى ايه كنافة تاني، انا عايزة اخليها تقفل بالايه بالمانجا تمام. ممكن ازود شوية كمان عشان ابدا بقى ارص عليها شرايح المانجا اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين اهي، اقرب الكاميرا اهي، دي شرايح المانجا اهي. ترصيها بقى حسب ما انت عايزة والمعيار اللي انت حباه واللي ولادك بيحبوه اهو. طبعا في حتت حسب التقطيعة اللي انت بتقطعيها
اهو ممكن تدي شكل بدي على انها شكل الصوابع كده اهو. ايسل بتحب الكريم شانتيه عمالة تلحسه اهو. ايه رأيك يا ايسل؟ حلوة؟ تاتا بصي ماشي اهو. طبعا زي ما انتوا شايفين ممكن نحط الحاجات دي على الاطباق الصغيرة عشان تبقى واخدة شكل برضو اهو. وكوبايات اهي اهو. لسه برضو عندنا مانجا تاني ممكن نحط دي كشكل، وممكن نعمل برضو ايه زي شرايح برضو كده اهو. ونحط الاماكن اللي هي ايه فاضية. عايزة ايه يا ايس؟ حاضر اهو. حسب بقى ما انتوا حابين تحطوا كمية، تحطوا قليل، يعني زي ما انتوا عايزين. تمام. هنا لسه في طبق عندي ما عملتوش بالكريمة. هدي الكريمه الايسل تكمل بقيه شغلها. عايزه يا ايسل خدي دي. طبعا ايه ممكن اخليها تتقطع وممكن احطها كده هتدي شكل على الكنافه، واقشر دي بقى. وهنا بقى زي ما انتم شايفين انا حطيتها سليمه بالقشره بتاعتها علشان تفضل متماسكه كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده طبعا الايه الكنافة بتاعتنا بالكريمة بالكريم شانتيه اهو. بصوا شكلها، بصوا الكنافة من تحت بنفس طريقة امهاتنا واجدادنا اهو. بصوا كل اللي انا عملته ده كله من نص كيلو كنافة بس. بصوا اتمنى تعجبكم، واتمنى تكون باينة معاكم في الكاميرا. وايسل ما شاء الله بقى عمالة برضو بتدوق وعجباها قوي. وكده نبقى خلصنا اجمل كنافة بالمانجا. اتمنى تعجبكم وتجربوها بالطريقة بتاعتنا من غير ولا فرن ولا اي حاجة، مجرد كوباية السمنة على كوباية السكر على النص كيلو كنافة، ونديهم تشويحة ونحطها بقى في الصينية، وندي عليها بقى الكريم شانتيه ونحط المانجا. وكده عملنا ارخص صينية كنافة اللي هي بتتباع عند مونجيني بكام؟ ب275. ما كلفتناش حاجة غير المانجا والكنافة والكريم شانتي بس، وعملنا احلى صينية كنافة. اتمنى تعجبكم وتجربوها وتعملوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.